حاسه بحاله، يعني مش عايزه اقول لحضراتكم ايه، انا كاني دلوقتي فوق سحابه وسمع مزيكا وشم ريحه فل ياسمين، اعظم الروائح اللي في الدنيا، ما تساويش الريحه اللي انا شماها دلوقتي. انا دلوقتي شم ريحه فسيخ، فاهمين يعني ايه فسيخ؟ ورنجه وبطارخ. انا قاعده في حضره ملك ملوك البطارخ في مصر وفي العالم العربي. معايا ومعاكم اشهر حد في مصر، ابا بقى عن جد، عن يعني الاب والجد والعيله وعيله العيله، شغلتهم البطارخ والفسيخ والرنجه وبطرق متعدده، يعني في التمليح والتخليل المصري اللي هو الفرعوني من ايام زمان ده، في بقى حاجه هسال عليها مش فاهمها ايه هي، الشغل اليوناني، وفي الشغل يعني انا مش قادره بقى، انا مش قادره، هفضل افتي كتير. وانا قاعده يعني مقام الاكله دي لازم اقعد لها كده، يعني الاكله دي ما تتاكلش يا جماعه غير كده على طبليه، ما ينفعش طعمها بيتغير لو قعدنا على السفره. يعني يا اهلا وسهلا محمد الاشقر. يا اهلا بحضرتك يا فندم. صاحب محلات الاشقر وتاريخ طويل وملك البطارخ. ربنا يخليك يا فندم. يا ملك. ربنا يخليك يا اهلا وسهلا بيك. من حضرتك من ذوق حضرتك. انت هتقعد تشرح لي ايه الجرايم اللي انت عاملها بيها دي وانا هقعد اكل. بألف هنا بألف هنا. اعذروني، في اكلات يعني عادة بناكل فالاكل ينزل المعدة. الفسيخ والرنجة والبطارخ ما بينزلوش المعدة. بيطلعوا في الدماغ. فتحس ان انت متسلطن، يعني دي الاكلة بتاعت السلطنة. وخاصة من سمعة الاشقر. اللي هو ايه؟ الحقيقة أنا أول مرة أدوق من عند الاشقر عشان ما أبقاش كذابة. فأنا هدوق، هسمي وأدوق. وأنتوا هتشوفوا يعني يا لهوي على الريحة، مش قادرة. حاضر يا شريهان، حاضر. لو سمحت يا محمد احكي لي وانا باكل تاريخ محلات الاشقر، الاسم ده منين وابتدى امتى؟ والله يسامحك يا اخي، الله يسامحك. يا جماعه ثانيه، لا استنوا قبل ما يتكلم. يا جماعه يرضيكوا المنظر ده؟ بصوا بصوا اللون، الناس متنهار، في زميل بينام ورا الكاميرا. يا لهوي، زبده زبده. بصوا يا ولاد، ما شاء الله ما شاء الله، مش قادره. طب ثانيه قبل ما تتكلم وتحكي سؤال، ودول ده ايه اللي قدامي؟ اللي قدامي ده ايه؟ فسيخ. زي ده؟ زي ده بس متقطع. بالظبط. طب وده ايه؟ دي ده سردين. عايز اقول لك انا عايش ايه. بصوا بقى السردينه، بصوا لون السردينه هتفهموا، بصوا المنظر. لا بصوا على السردينه لو سمحتوا، هنروح لكل اهي. بص يا لهوي، قول يا محمد قول. احنا اساسا من دمياط، اجدع ناس. ربنا يخليك يا رب. بدانا يعني الشغل ده سنه 1920. استنى استنى ما تتكلمش. طب احنا ممكن نطلع فاصل تخلص اكل وبعدين نتكلم. يا لهوي على الروعه. انت وضع، انت متاكد ان ده مخلل؟ بملح؟ بملح ومدخن. ملح ايه؟ ايوه ومدخن كمان زياده عليه. هي دي بقى الايه التركايه دي، هي دي الطعم ده. اقسم بالله طعم السردين ده ما دقتوش قبل كده، فهو بقى قال السر ان ده كمان مش ملح بس، اول مره اشوف سردين مدخن. ده الجديد. طب يا جماعه اطلبوا سردين مدخن لو سمحتوا، وهتدعوني سردين مملح مدخن. هنقول فين مكانهم في القاهره فين بس بعد ما يقول. قول يا محمد. احنا البدايه سنه 1920 كان الحاج محمد اسماعيل الاشقر في دمياط. طبعا انت عارفه ان التاريخ ده ما كانش فيه حاجه بتتحفظ اصلا، ما كانش فيه تلج، ما كانش فيه الكلام ده، فكان حفظ الاسماك عامه بالملح. اتنقلت بقى الايه من الحاج محمد للحاج مصطفى اللي هو جدي 1950، الف رحمه ونور، الله يرحمه. وبعدين بقى والدي، وبعدين الجيل بتاعنا احنا بقى.
بتتكلم يا محمد؟ وبعدين الجيل بتاعنا احنا بقى اللي هو انا واخواتي ايهاب ووائل ومصطفى. يا ايهاب ازيك يا ايهاب؟ ده ايه؟ سموك سالمون. اه سموك في مية بقى الاسم المتعرف عليه في مصر يعني. أوكي. مش هو سموك سالمون. هل انتوا اللي بتعملوه ولا بتشتروه مستورد؟ لا احنا مش بنشتريه مستورد، هو بيتدخن هنا في مصر، بس هي الفكره ان انت ازاي تاخدي الحاجه بالمواصفات اللي انت عايزاها. ايه ده؟ ايه ده؟ الف هنا. لا الله يهنيك. الف هنا. مش قادره يا جماعه. والنبي لما اطرق، معلش انا اسفه، سمعتي ورا الكاميرا بتقع. اطلبوا السلمون اسمهم في ميدا ده مملح ولا مسكر ولا مربس؟ ده ايه؟ السلمون مدخن، سمك سلمون مدخن.